مرحبا بكم. اليوم باش نوريكم طريقة تبديل اللغة العربية في اليوتيوب. أول حاجة ندخل الكروم، نعملو فيرسيون أورديناتير، سهلة، نكتب يوتيوب، يوتيوب، نعملو دون نوفيل اونجل باش ما تعديناش لابليكاسيون تاع اليوتيوب. نمشو فيرسيون ارديناتير، نكليكو على اللوغو نتاع الشان، من بعد نمشو لونغ فرونسي، تختار اللغة اللي حاجتك بها. هي العربية نزلها ويتبدل اليوتيوب نتاعنا بالعربي. طريقة سهلة على الآخر.